اهلا بكم مره تانية مشاهدي نهايه الاسبوع وفقرتنا الصحفيه لتحليل ابرز واهم احداث هذا الاسبوع. منورنا في الاستوديو الاستاذ عادل السنهوري كاتب الصحفي ورئيس تحرير صوت الامه. اهلا بسيادتك. اهلا بك مها واهلا بكل المشاهدين البرنامج الجميل وكل سنه طيب. حضرتك طيب يعني. طيب استاذ عادل خلينا نبتدي الاول بطبعا زياره الرئيس عبد الفتاح السيسي لنيويورك وكلمات عديده والزياره استغرقت تقريبا 7 ايام والحقيقه لها تاثيرات عديده جدا على المستوى الاقتصادي والسياسي. كيف تقرا هذه الزياره؟ طيب خلينا بس نفكر الناس انه ما بين الزياره في الاجتماعات الجامعه العامه المتحده الرقم 69 وبين هذه الزياره رقم 73 شتان الفارق ما بين الزيارتين. الزياره الاولى للرئيس كانت بعد 2014 في ظل كانت اوضاع صعبه جدا بعد انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي. كانت هذه اول زياره له للجامعه العامه للامم المتحده في ظل بيئه معاديه، محاولة يعني ضغوط على مصر. كانت مصر في هذه الدورة بتسعى إلى كسر الحصار الذي حاول البعض فرضه عليها. أعتقد لما نيجي نستعرض من في الدورة 69 لهذه الدورة شتان الفرق. هذه الدورة مصر تذهب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وقد أصبحت دولة تقف بقوة على قدميها، دولة تسعى لإحداث نهضة تنموية كبيرة جدا، دولة تمتلك من زخم العلاقات الدولية كبير جدا. فبالتالي أعتقد أن مصر الدولة في هذه المرة التي كانت تتحدث، الدولة التي تحولت إلى نموذج بالفعل وده تحدث عنه بعض المشاركين في الجمعية العامة المتحدة، أنها أصبحت نموذج لإنقاذ الدولة الوطنية اللي الرئيس أشار إليها أنها يجب أن تكون إحدى ثوابت الأمم المتحدة في التعامل مع دول العالم. أعتقد أن هذه الزيارة فعلا كانت زيارة ناجحة بكل المقاييس من وجهة نظري، سواء في الشق السياسي وشفنا الكلمة الرئيس أمام الأمم المتحدة. صحيح. أعتقد أنها كلمة يعني شعر بها كل مواطن عربي وأفريقي. الرئيس تحدث باسم العرب وباسم القارة الأفريقية عندما تساءل على لسان أي مواطن عربي كيف يثق المواطن العربي في النظام الدولي وهو يرى دوله الوطنية تنهار. كيف يثق المواطن الأفريقي في النظام الدولي وهو رأى التفاوت ما بين العالم الأول وما بين دول أفريقيا والتفاوت في الفقر والمرض والجهل. أعتقد أنه كان بالفعل كلمة واضحة، كلمة حددت مبادئ. هنا بقى مصر يعني في هذه المرة هي التي تشارك وتصيغ وتقترح تطوير المنظمة، لأن المنظمة بشكلها الحالي بدأت تفقد المصداقية بشكل كبير. أشار الرئيس جداً في سياق كلامه كان واضح جدا ما بين السطور أنه هو كان بيتكلم أن المنظمة التي يعني تتبع قواعد كذا وكذا وكذا لا ترى أن هناك تفاوت بالزبط بين الدول الإفريقية ودول العالم الأول وكان ففي الشق السياسي أنه مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي وبيتحدث باسم لم يتحدث باسم مصر فقط، انما تحدث باسم العالم الثالث كله بما فيها افريقيا واسيا، وطالب بضروره انه يعني لابد ان من صياغه نظام دولي جديد قائم على مبادئ العداله ومبادئ حقوق الانسان بمعناها الشامل، وايضا مساله ضروره ان يكون هناك توافر وتوحيد في الجهود وتضافر الجهود لمحاربه الارهاب بجذوره
مش مسألة محاربة جماعات مسلحة. تكثيف منابع الإرهاب بما فيها حل النزاعات والقضايا المزمنة بما فيها القضية الفلسطينية والنزاعات في الدول الأفريقية إلى آخره، ثم بعد ذلك تحقيق العدالة ما بين الشعوب. يعني أنت تتخيل أنه مثلا بحجم الإنفاق على السلاح بهذا الشكل، ثم حجم الإنفاق على المساعدات والمعونات ودعم المشاريع التنموية في دول العالم الثالث، لا يمثل نسبة ضئيلة جدا من إجمالي حجم الإنفاق على السلاح. فعلا الرئيس كان مستنكر للنقطة دي بالتأكيد جدا. فإذا ده كان جانب الشق السياسي، بالإضافة طبعا للقاءات الكثيرة جدا أصبح العالم يسعى إليك الآن، هذه واللقاءات التي كلها كانت في بها إشادة قوية جدا بما حققته مصر في الشق السياسي ودورها في محيطها الإقليمي وفي على الصعيد الدولي. فكان كم هذه اللقاءات التي التقاها الرئيس مع زعماء ورؤساء وزراء دول أوروبا طبعا، واللقاء الأهم هو لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أعتقد أنه كان يعني مصر بتؤسس لي مرحلة في العلاقات الولايات المتحدة تختلف تماما. شكل العلاقات بين مصر والولايات المتحدة بعد هذا اللقاء تحديدا، ويمكن كذا زيارة وكذا لقاء ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بس أنا عايزة أفهم دلوقتي كيف يعني سيادتك كمتخصص كيف ترى شكل هذه العلاقة، علاقة مصر أمريكا هتكون شكلها إيه؟ لا عايز أقوله إنه أعتقد اللقاءات دائما المباشرة أعتقد بتبقى لقاءات فيها توضيح لوجهات نظر كثيرة جدا. ربما احنا نختلف في وجهات النظر او في الرؤية لبعض القضايا المنطقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن هذا لم يمنع أن تبنى هذه العلاقة على أسس من الندية، على أسس من المصالح المشتركة، ليس كما الأول. نحن لنا وجهات نظر ورؤية تختلف عن الولايات المتحدة الأمريكية في علاجها لبعض القضايا في الإقليمية تحديدا وتحديدا في المنطقة العربية. ولكن هذا لم يمنع أن تكون العلاقة ما بين الرئيسين وبين الولايات المتحدة الأمريكية علاقة مصالح متبادلة، علاقة مصالح مشتركة، ولكن وليست علاقات تبعية. يعني احنا عانينا من هذا الأمر في السابق، ولذلك عندما أيقنت الولايات المتحدة الأمريكية بأن مصر دورها محوري في المنطقة، وأن مصر لها دور مهم جدا و خبرة كبيرة جدا في مواجهة الإرهاب وفي حل الصراعات في المنطقة والتدخل لصالح القضايا في المنطقة، أدركت أنه لابد أن تكون هناك علاقة قوية. ومنذ أن جاء الرئيس دونالد ترامب، ربما البعض يرى أنه يختلف مع الرئيس ترامب في بعض الأمور، ولكن أهم شيء ما يهم مصر من هذه العلاقة أن تكون علاقة قوية، علاقة استراتيجية مبنية على أسس جديدة، أسس من المصالح المشتركة بين الطرفين، مبنية على الندية بين الطرفين وليس على التبعية. ولذلك يعني شكل مصر دلوقتي على الخريطة السياسية خاصة فيما يخص العلاقات الأمريكية، حضرتك شايف أن هي يعني شكل مصر تغير، أو هناك اعتبارات أخرى لجمهورية مصر العربية كدولة قوية عند السياسة الأمريكية؟ بالتأكيد يعني أنه المفتاح الحل في المنطقة مهما كان الوضع في مصر، فمفتاح الحل يبدأ من القاهرة مهما كان نشاهده الآن من تدخلات من أطراف، مفتاح الحل يبدأ من القاهرة. القاهرة هي أول 2014 أول ما أطلقت أن لا حل في سوريا إلا الحل السياسي، ولذلك الكل الآن وأكد عليه الرئيس كمان كذا مرة في اللقاء ده، سوريا سواء سوريا أو سواء سوريا أو اليمن أو ليبيا أو حتى دول أفريقية اللي بتعاني من نزاعات. بالتأكيد صح. تأكيد الرئيس أيضا على فكرة ضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية. أنا لا أتحدث على أنظمة في المنطقة أن أنا أؤيد نظام أو آخر، لا، أنا أتحدث عن الدولة الوطنية بكل مؤسساتها وهيئاتها وحدودها بما يحقق مصالح شعوبها. تأكيد الرئيس طوال خطاباته في أمام الأمم المتحدة أو المحافل الدولية أو في أي لقاء رسمي دولي على ضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية، لأنه يعي تماما أن هذا المخطط كان سيمر بجميع الدول العربية
والحمد لله ان هو انهار عند الاسوار المصريه. صحيح. هذا في الشق السياسي. اي زياره بالتاكيد لها شق اقتصادي معها. طبعا كان مهم جدا الرئيس حريص دايما في كل الزيارات ان تكون الجانب الاقتصادي له الاولويه. اعتقد انه انت رايحه بعد يعني فتره من بدايه تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي. اعتقد انه اجتماعه مع كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي واشادتها ببرنامج الاصلاح الاقتصادي وانه يعني زي ما بيقولوا اضرار برنامج الاصلاح الاقتصادي في مصر اقل بكثير جدا من دول اخرى وان مصر استطاعت تجنب اثار كثيره لاي اعراض جانبيه لهذا البرنامج واشاده كل المجتمع الاعمال الامريكي مجلس الاعمال الامريكي وكل الشركات التقى الرئيس بمحققاته مصر بان اصبحت كمان اعلى معدلات نمو في منطقه الشرق الاوسط وافريقيا هي مصر حاليا. ده بيؤكد كمان انه الاولويه الجانب الاقتصادي كان له اولويه في هذه الزياره واللقاءات التي بالفعل على الاقل شرح الصوره لمجتمع الاعمال الامريكي لرئيس شركه بوينج الضخمه الامريكيه. كل الكلام ده اعتقد مهم جدا لصندوق النقد الدولي للبنك الدولي الى اخره. كل ده مهم جدا يعطي مصداقيه في محققاته مصر وفي برنامجها الاصلاحي امام المجتمع الدولي. فبالتالي ده تاثيراته بقى على جذب الاستثمارات على ثقه رجال الاعمال على تنوع بالفعل. كمان الاستثمارات بالتأكيد. سواء استثمارات صناعيه او غيرها او خاصه ان مصر يعني في هذه الزياره كمان ان انت عرضت تجارب مهمه جدا. تمام. انت ما كانش فقط كان هناك وزيره الصحه اللي استعرضت التجربة مصر والرئيس أشار ليها في علاج فيروس سيوة. أصبحت دول العالم دلوقتي تنظر إلى التجربة المصرية لأنها تجربة رائدة جدا في القضاء على هذا المرض. الجزء الثاني تعرضت كمان برنامج مصر في مواجهة الفقر أو الأثار السلبية لبرنامج الإصلاح من خلال وزيرة التضامن الاجتماعي دكتورة غادة ولي من خلال برامج الحماية الاجتماعية اللي عرضها مصر. يعني أنت كنت بتعرضي رؤية شاملة رؤيتك السياسية ومحقتي في الجانب الاقتصادي. تمام. وتأهيل البيئة المصرية لاستقطاب استثمارات أجنبية ومجتمعات رجال الأعمال الدولية. تمام.